أكيد في مواقف صعبة مرت بيكم، إيه بقى أصعب موقف شفتيه هناك أو عشتيه هناك؟ هي بصفة عامة طبعا بتكون الإقامة في خيام لمدة 21 يوم. طبعا احنا طبعا جايين من بيوتنا طبعا وبنصحى الصبح ما حضرنا الفطار، يعني طبعا انتقال لحياة تانية مختلفة تماما. يعني احنا بنصحى بنتعلم ازاي نبقى مسؤولين عن نفسنا، يعني الموضوع ده بينعكس برضه على حياتنا الشخصية، يعني بنرجع يعني معتمدين على نفسنا أكتر. بنصحى طبعا احنا بنجهز مثلا الفطار الخاص بينا، بنبقى يعني بنعد أكلنا، يعني بنعمل حاجات احنا أصلا ممكن ما نعملهاش في بيوتنا. بس اكيد كان معاكم معلبات، يعني فطار ايه بقى لا ازاي، لا احنا كنا على فكره بنطبخ، بجد؟ كنا بنطبخ في انت بتعرفي تطبخي؟ كنت وقتها يعني كنت بعرف اطبخ شويه. انا بقول هو الرحله دي علمت الواحد حاجات كتير، وطبعا حد يطبخ برضه. فبرضه من الحاجات برضه يعني فكره الاقامه في واحد طبعا 21 يوم في الجبل، بس يمكن اللي سهل الموضوع شويه ان كان في يعني كان في محجر قريب مننا، فكان في مثلا حمامات متوفره، فدي كانت طبعا من احنا كنا محظوظين في حمامات النقطه دي. متوفرة؟ اللي هي بتاعت الفجر دي وبالليل مرتين في اليوم. فالصراحة دي كانت تعتبر يعني فرصة كويسة جدا في الصحراء، يعني دي تعتبر يعني من حظنا السعيد الصراحة. طبعا برضو يا ترى الحمام ده كان فيه دش؟ في كل حاجة، والله كانوا عاملين يعني ايه يعني حمام نوع ما كان كويس. يعني والله يعني حاجة انا كويسة. بقول احنا سبحان الله في الرحلة دي محظوظين، 21 يوم احنا كنا رايحين يعني مخمنين ان احنا اكيد هنتعرض لظروف صعبة، بس فكرة ان احنا نروح نلاقي في ظروف مهيئة، فاحنا كانت الصراحة كانت رحلة استكشافية يعني حظ، يعني نال قدر كبير من كان نفسي الحظ. استفز الدكتور هشام واقول له طب ليه ما خدتوش كرفان معاكم كده؟ اللي كنت هعمله انا مش لازم تاخد كرفان هي ما هي ميه سخنه وميه بارده يعني يمكن برضو من المواقف الصعبه اللي الواحد يفتكرها العواصف الرمليه. في بعض الاحيان كان بتهرب عواصف رمليه لدرجه احنا كنا بنجري على الخيام عشان نثبتها كويس، لان ممكن من قوه العواصف دي ان الخيمه ممكن الخيمه تطير. تطير طبعا، لو طارت تطير بكل حاجتنا، وطبعا هيبقى ساعتها موقف يبقى صعب. فبنجري على الخيام عشان نثبتها، مش بس بنجري على الخيام، احنا عندنا اهم عندنا العينات. طبعا احنا طول الفتره احنا بنعمل عمليه براشنج، عمليه تنظيف العينات، بنشيل الرواسب الموجوده. ففكره تيجي عاصفه رمليه ده معناه ان احنا ممكن نضيع اللي احنا بنعمله، كل الحاجات دي اتعملت من اول وجديد. فطبعا احنا بنقعد مثلا نيجي نغطيها بمثلا مشمع وبقماش، وكنا كل واحد فينا مش مهم بقى يعني كل قاعد يجري مثلا يمين والشمال والشرق والغرب، كل واحد يجيب يعني صحون صغيره كده عشان نثبت بيها بس المشمع، او نثبت بيها القماش اللي احنا بنغطي بيه العينات. طبعا كان مش عايزه اقول لحضرتك لما كانت بتيجي مثلا الرمل، لما كان بس يلمس وشنا اكن هي ابر، هي يعني طبعا هي عباره عن حبوبات رمل جايه بسرعه كبيره، هي طبعا كانت تحس ان وشك بيتنحل يعني او في الم. وطبعا ده مش مهم، يلا دي واحده هناك، طب دي يلا، طب اجري، ده في مش عارفه ايه، في بكره مناديل كذا، ده في كذا، بنقعد نجري كده. والموقف اصلا كان صعب. طب وما خفتوش من ديابه، ثعالب، حاجات زي كده؟ هو الصراحه كان اتذكر ان برضو كان في كام مره بالليل كان ممكن نسمع صوت يعني صوت حيوان مثلا بيعوي او كده. فطبعا احنا كنا بنبقى جوه الخيمه. كانش معاكم اسلحه؟ لا لا لا، ممكن معانا الاسلحه بتاعت الحفر. الحفر فدي برضو كانت يمكن حياتي ممكن يعني بتخوف شويه، بس يمكن احنا دول برضو هروب مع بعض جوه الخيمه، فبنطمن شويه دينا مع كنتوا بعض. كم خيمه؟ هي خيمتين. خيمتين، كانت خيمه للبنات وخيمه للدكتور هشام واستاذ فرحات، وبالنسبه برضو للسواقين الموجودين. اوكي. فصراحة كانت ظروف ممتعة، فاحنا ما كناش الصراحة بنفكر في أي مخاطر. طبعا من الحاجات اللي ممكن في دماغ الناس دي انت في منطقة صحراوية، ده يمكن مثلا يبقى في عقارب، ده من الكلام اللي احنا بنسمعه بعد كده. طب انت ازاي كنت في الخيمة وممكن انت مثلا ملتوش تكون في عقارب ولا تعابين؟ احنا متعودين على احتياطات أمن بسيطة، يعني مثلا لما اجي البس الشوز بتاعتي انا بتأكد ببص جواها برضو، يعني حاجات بسيطة كده. فبس عامة الجو هناك كان جو ممتع، واحنا مش بنفكر في الحاجات دي. يعني الصراحة كنا ساعات بندخل ننام من التعب، يعني مفيش حد فينا الصراحة فاضي يفكر بقى في اي حاجه. يعني الصراحه الجو هناك طبعا كان اصلا من المتعه والتعب اصلا في اخر اليوم ده، يعني ادخل بقى انت حظك انت نصيبك.